بسم الله الرحمن الرحيم. السيد أنطونيو جوتيريش سكرتير عام الأمم المتحدة، أصحاب الفخامة، رؤساء الدول والحكومات، أود أن أتقدم إليكم بخالص الشكر والتقدير على مشاركتكم في هذا الاجتماع المهم الذي يعقد بالشراكة بين مصر والسكرتير العام للأمم المتحدة، والذي كنت أتطلع للتواجد فيه معكم لولا ظروف طارئة. حالة دون تمكني من التواجد في نيويورك، منذ نحو عام مضى شاركنا معا في هذا الاجتماع في إطار الإعداد لقمة المناخ في المملكة المتحدة، واليوم ونحن على بعد أسابيع قليلة من قمة المناخ 27 التي تستضيفها مصر في شرم الشيخ، فإننا نجتمع مرة أخرى في ظل أحداث جرت على مدار العام الماضي، تسببت في أزمات سياسية وتحديات في الغذاء والطاقة وسلاسل الإمداد، طالت آثارها شتى أنحاء العالم. إن هذه التحديات تمثل ولا شك أعباءً إضافية على دولنا جميعاً وخاصة النامية منها. إلا أن علينا دائماً أن نعتد بالتقارير العلمية الموضوعية التي تؤكد بشكل قاطع أن تغير المناخ يظل التحدي الوجودي الأخطر الذي يواجه كوكبنا، وأن تداعياته تزداد تفاقماً يوماً بعد يوم مع كل ارتفاع في درجات الحرارة. ولعل ما شاهدته دولة باكستان الصديقة مؤخرا من فيضانات خلفت دمارا غير مسبوق وفقدانا في الأرواح، وما شاهدته القارة الأوروبية والولايات المتحدة من حرائق غابات غير مسبوقة نتيجة لارتفاع درجات الحرارة، يعد نذيرا مؤلما لما سيكون عليه مستقبل أبنائنا وأحفادنا ما لم نتحرك سريعا وبشكل متسق لنضع تعهدات المناخ موضع التنفيذ لخفض الانبعاثات وبناء القدرة على التكيف وتعزيز تمويل المناخ الموجه إلى الدول النامية.